وزير الصحة يحذر من موجة كورونا في فترة أعياد الميلاد. وزير الداخلية يطالب بمراقبة خدمات المراسلة لحماية البلاد. النمسا في مقدمة مستقبلي اللاجئين على المستوى الأوروبي. خبراء الاقتصاد يتوقعون انتعاشاً مالياً للعامين المقبلين. زيادة أجور العاملين في صناعة المعادن وموظفي الجامعات. وكلاب شرطة الجمارك في مطار فيينا تكشف 50 كيلو من الحشيش. سلام من الله عليكم وأحييكم من النمسا ميديا لينقل لكم نشرة الأخبار لهذا اليوم. وإلى تفاصيل النشرة، ناشد وزير الصحة النمساوية السكان بالحذر خلال الموجة العالية لفيروس كورونا وبين عطلة عيد الميلاد، وحث على الالتزام بالوقاية خلال لقاء كبار السن والضعفاء صحيا وارتداء الكمامات خلال زيارة المرضى، وأكد على أهمية الوقاية بالكمامات في الأماكن المكتظة ووسائل النقل العام، وشدد على الفحوصات لأي أعراض، ونصح بالحذر أثناء الاحتفالات. وحذر عالم الأوبئة أولريش إلينيك من الخطر المرتفع، ونصح بتقليل الاتصالات والفحوصات السريعة قبل اللقاءات للتأكد من السلامة. أصر وزير الداخلية النمساوي كارنر على إيجاد إصلاحات في قانون مراقبة الهواتف والاتصالات في سبيل تعزيز الاستباق الأمني في البلاد. وبعد قرار المحكمة الدستورية الذي يمنع مصادرة الهواتف دون إذن قضائي، يريد كارنر مراقبة تطبيقات المراسلة، مشيرا إلى الحاجة لذلك في التحقيقات، حيث أن النمسا متأخرة أوروبيا في هذا المجال حسب الوزير، ومشيرا إلى أن هذه الخطوة هي جزء من البرنامج الحكومي، ويجب على المشرع تصحيح الفقرة المعنية في قانون إجراء الجنح بحلول 1 يناير 2025 كحد أقصى. تقدم أكثر من 98,000 شخص بطلب لجوء في دول الاتحاد الأوروبي في سبتمبر 2023 بزيادة 10% عن 2022 حسب يوروشتات. واحتلت النمسا أعلى معدل ب 87 طلبا لكل 100,000 نسمة، تلتها قبرص، وكانت النمسا الثالثة أيضا في استقبال الأطفال غير المصحوبين بذويهم. وعلى المستوى الأوروبي، كان السوريون في مقدمة طالبي اللجوء بأكثر من 19,000 طلب، من بينهم 4,055 طفلا تلاهم من تركيا وأفغانستان. وقال وزير الداخلية كارنر أن اتفاق الهجرة الجديد هو خطوة في الاتجاه الصحيح. توقع خبراء الاقتصاد في النمسا تراجع النمو في العام الحالي بسبب تراجع الصناعة مع تطورات طفيفة في العام المقبل الجديد. وتوقع الخبراء من معهدي فيفو وإيها إس نموا حقيقيا في الناتج المحلي للعامين المقبلين بواقع 0.9 و2% على التوالي، مع انخفاض التضخم إلى النصف في العام المقبل. وأشار الخبراء إلى تراجع أداء الاقتصاد هذا العام بنسبة 0.8% بسبب الإيرادات المنخفضة والإنتاج الصناعي المتعثر، وتوقعوا أيضا ارتفاع معدل البطالة إلى 6.6% في العام المقبل وانخفاضه في العام التالي. زادت أجور صناعة المعادن بنسبة متوسطة 8.2%، والعاملين في الجامعات بنسبة تصل إلى 9.2% في النمسا. وجاءت هذه الزيادات بعد مفاوضات الاتفاقيات الجماعية، وسوف يحصل المتدربون في مجال الصناعة على تذكرة مناخ سنوية، وسوف تسري الزيادات من العام المقبل خلال 3 أشهر الأولى، ويستفيد نحو 430,000 عامل في التجارة وتكنولوجيا المعلومات مقابل 50,000 موظف في الجامعات، وذلك حسب مؤشر التضخم للعامين المقبلين. وفي الخبر الأخير،
اكتشف كلاب شرطة الجمارك في مطار فيينا محاولة تهريب 23 حزمة بريدية تحمل أكثر من 50 كيلوغراما من نبات القنب. وقد أسفرت العملية عن اعتقال 5 أشخاص، 4 من ماليزيا وشخص من الصين، بتهمة تسلم شحنات المخدرات في النمسا، حيث استدعوا لاستلام الطرود في فيينا قبل نقلها إلى ألمانيا وإنجلترا وهولندا. وقد تم مصادرة 65 شحنة بوزن 220 كيلوغراما بقيمة سوقية تصل إلى 2.2 مليون يورو. وقد تم محاكمة الأشخاص 5 وتلقوا أحكاما متفاوتة بالسجن. كانت هذه نشرتنا لهذا اليوم. لمزيد من التفاصيل لا تنسوا تحميل تطبيق انفجارات على هواتفكم. كنت معكم أنا أسامة زهير، وأمسية سعيدة، وإلى اللقاء.